ساعة القيامة تحركت إذ لم تكن البشرية أقرب إلى نهاية العالم مثل اليوم. تحركت عقارب الساعة من 7 إلى 3 دقائق قبل منتصف الليل. مجموعة علماء طلعوا وأعلنوا تحديث ساعة القيامة وقالوا إنه العالم أقرب للنهاية من أي وقت مضى. اقتربت الساعة إلى منتصف الليل ودق ناقوس الخطر. ما يعني نهاية تاريخ البشرية وانهيار العالم بأكمله؟ خلاص قالوا القيامة بتقوم وساعة هذا بيسموه ساعة القيامة اتحركت عقاربها، هذا دليل ان القيامة خلاص قربت. وانا بس غبت اسبوع يعني، افترضوا انني غبت شهر ايش بقى يحصل يعني؟ خلاص بقى الحكم للدار الاخرة؟ لا لا لا، سكان كوكب الارض لازم يعني يتماسكوا والصبر الصبر، انا ان شاء الله ما غيبش، وحتى لو غيبت برجع لكم. عموما ما فيش مشكلة، ونتحدث اليوم في موضوع جديد نتكلم فيه. قبل ما تتكلم أي كلمة الآن بعد قوم القيامة خير أي شيء فيه خير، كل خير، في كل خير، صبرك.